And now, Bia with the Nia. Welcome to your weekly rendezvous with Bia with the Nia, where we tackle environmental issues and what you and I can do about it. Roy's and our guests today are the following people: Basel Ba'lini, General Manager of Contra International, and Yvonne Elhaj, Project Manager also of Contra International, dealing in green technology contracting. Roy, please, is a bit adem, our guest, please. Yeah, sure. Aussi, bonjour, Alain. Bonjour, Anne. Bonjour, laquelle l'ambissement. Bonjour, Basil. Bonjour, Yvonne. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ma'ana, Alain, General Manager of Contra, Mr. Basil Ba'lini, who will Project Manager of Zero Waste Act, it's division of Contra, Yvonne Elhaj. Welcome again. Thank you. اليوم, Alain, بدنا نحكي موضوع كتير كتير مهم. لأنه ببلد مثل لبنان ما حدا فرق معه شيء لا ولو اسمه ويست مانجمنت yeah. انت بتحبوا هالحركات والاخبار ميحة ويست مانجمنت yeah. How can I waste my wife your wife إلي حديث معها طويل وحياة الله this has to do with recycling thank you very much so تصور انه شركة خاصة منا جمعية ومنن activists اذا بدك so called activists مثل كلنا لبنان فكروا شوي وعملوا شيء ديفيجن اسمه زيرو ويست اكت اللي رح نحكي عنه اليوم اللي هو سبيشلايزد ويست سيجريجيشن اند ريسايكلينج اتس ويست مانجمنت بلان اوكي طب هلا اشرح للعالم العربي المشبرح شو معناتها كل الخبريات اللي خبرتنا اياها يعني كنا عم نحكي عن الزباله اللي بتنكب يمين شمال بالشركات وبالمدارس وين ما كانوا على الطرقات ما في حدا اليوم ما في قانون بيجبرك تعمل فرز للزباله او حتى الناس ما عندها الكونسبت براسها انه تعمل فرز للزباله كونترا او زيرو ويست اكت فكروا شوي وابتكروا سيستم اللي هو كتير هين ما بده منه راكت ساينس يعني لحتى يبلشوا يشجعوا العالم ببرزنتيشنز عم بيعملوا محاضرات وين ما كان ليشجعوا العالم يعملوا فرز للنفايات فرز اوكي مش بس هيك عم بيزودون بكل شيء بحاجه لهم هالعالم لحتى يفرزوا النفايات هلا رح نحكي شوي عن الموضوع بس اول شيء بدنا مستر باسل يخبرنا عن كونترا انترناشونال شو بتعمل كونترا انترناشونال ثانك يو بونجور ألان بونجورين كونترا انترناشونال هي شركة متخصصة بكل شيء اسمه green technologies و renewable energy يعني من solar power generation ل street lighting solar street lighting waste management etc Zero Waste Act هي one of the projects تبع من عند كونترا انترناشونال يلي بيختص ب فرز النفايات الويست سيجريجيشن مش بس حيلا ويست سيجريجيشن عم نحكي عن ويست سيجريجيشن ات ذا سورس اليوم اذا بنطلع على الويست ان جنرال بنلاقي انه بلبنان وي لاك كل شيء اسمه بلانز ما في عنا سولوشنز بيسكلي كل اللي عنا اياه هو نظريات يعني ثيوريز نظريات وبنطلع فيهم بنلاقي انه على الورق كتير حلوين they look very nice و they are very promising بس effectively practically على الأرض ما في شيء ما فيش مصاري بضحك وحده بعكس ما اللي عم بيقولوا ما فيش مصاري the waste is مصاري جرب فهم العالم هالشغلة زيرو رح نحكي in details بعدين عن Zero Waste Act كيف اللوجيستيكس تبعه etc بس by definition إذا بدنا نعمل definition ل Zero Waste هي ال diversion of all recyclable wastes from the landfills towards recycling plants يعني كل شيء بينعمله ريسايكلينج مثل ورق مثل بلاستيك مثل ميتلز اتسترا حتى في انواع كتيره او ماتيريال كتيره بينعملها ريسايكلينج نحن اليوم بنلاقيها عم تنكب او على الطريق او تحت الشجره او بالنهر او بالبحر او باللاندفيل ذا فيري فيو اوف ذم جو تو ذا لاندفيل يعني ومع هذا وكله في البلد مليان زباله يعني هل الزيرو ويست باي ديفينيشن مثل ما قلنا هو the action انه نحول to divert هل waste سايدي بدل ما نبعتها and lose its energy lose its value نبعتها على landfill theoretically نبعتها على recycling facilities لا نعمل منها material recycled بيصير اسمها recycled material هي بتطلع فيها وبتستعملها ما بتكون وصل هيدا البرودكت على الاند اوف لايف تبعه الشجره قبل ما لما ننقصها ونعملها ورقه
فينا نستعملها 4-6 مرات صحيح. قبل ما تخلص مدتها اذا بدنا نقول قبل ما تصير فيس دي طيب حتى الكوش تبع البيبيات مستعملين كمان بيعملوا ريسايكلينج الكوش تبع البيبيات لا بس هيدول في فينا نلاقي لك فيهم التامبونز كمان شو على بكره تطاو I'm asking شو بتكبها بالزباله حتى لا بيسكلي كل شيء بيحمل اورجانيك فلويدز او بودلي فلويدز او اورجانيك ويست هيدول في لهم ميديكال ويست كمان او ميديكال ويست يعني كل بودي فلويدز هيدول دي كان ترانسميت فيروسز اتسترا ففي لهم طريقه لنتعامل معهم وهذا ذس از ون اوف ذا سولوشنز اكشلي اتس انذر فيز بي اتس ا فيوتشر بلان وين منصير ناخذ كل شيء اسمه ميديكال ويست كل شيء اسمه سلوتر هاوس ويست يعني المسلخ الاورجانيك ويست المونسيبال ويست تبع البلديات اتسترا كل شيء في له محل يعني هلا هيدا اللي عم تحكي عنه قريب صار الفيس 2 ان شاء الله بي هوبفلي باي 2013 بالعربي اللي مشبره عم جرب فهم العالم شو بالعربي مشبره يعني الزبالات فيها تكون ايكوال لمصاري از مصاري مش فيها يعني مصاري ايكوالز مصاري بيسكلي نحن ما عندنا مثل ما بيقولوا هلا اكتشفنا المواد الاوليه ما هيك انه عندنا مي كثير ما عم نعرف ندير المي هاو دو وي اكسبكت انه تو رن البترول والغاز يلي رح يطلع من عندنا سو وي دو هذا موضوع ثاني بقى الويست از سمثينج عم يخلق عنا كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم وذر وي ار هابي وذر وي ار ريتش وذر وي ار بور كلنا بنعمل ويست وي جينيريت ويست اون ا ديلي بيسز و بكميات نحن تخيل يعني الافريج وورلد وايد بالعالم هو 1.2 كيلوغرامز اوف ويست بير بيرسون بير داي نحن بلبنان بنعمل 1.7 من هال 1.7 over 90% المهم انه من هال 1.7 over 90% is recyclable يعني قادرين نحن من هيدول نخلي at least كيلو ونص نرجع نستعمله مرتين منوفر مصاري منوفر natural resources منوفر energy اللي اصلا ما عنا اياها واللي بيستفيد بالاخير هو الكونسيومر يعني the goods should be cheaper لأنه بتكلفك أقل لترجع تعمل ورقة مثلا بتكلفك أقل energy بتكلفك أقل ماء بتكلفك أقل fuel وتحافظ على الطبيعة وبتكون عم بتحافظ على الطبيعة بس from a pure economical point of view هل البرودكشن تبع هل زيت الورقة اللي انت عم تستعملها اليوم بكلفك أقل and hence it should reflect على البرايسز تبعك انه تاخد شيء أقل وتكون environmentally friendly سمعت صفقك وحديد هانس هلا ايه الهانس صفقة وحدة بس وراها ذات فور وراها فيرجول دايما يعني هلا بس اللي بتقولي شغلة انه ما حدا من زمان لهلا فكر الا انتم بالموضوع هذا لا نحن ما اخترعنا البارود صراحة يعني في كتير ناس فكروا في كتير ناس جربوا في عالم طلع بإيده في عالم ما طلع بإيده في عالم مدعومي وفي عالم مش مدعومي نحن الحمد لله مكعومي نحن في اكزاكتلي في عالم مدعومي وفي عالم مكعومي نحن من العالم المكعومين فينا نقول مش لا الحمد لله الزيرو ويست اكت ما بيتعاطى بشيء اسمه سياسي لانه مقطوع الامل منه يعني ما عندك اكبر مكب ساحه النجمه بدي اوقفكم شوي بدي اقول شغله بس هيدا نون ريسايكلبل خليني سك ما تفتح لي مجال هلا احكي والعن السنترال باتصالات برجع بسكر المستمعين بليز مين ما عنده فيدباك او سؤال بالنسبه للذا سبجكت وير ديسكاسينج توداي على الاس ام اس بليز لانه ولا هيك مش هنلحق نحكي شيء بعتوا اسئله كيف بيقولوا your questions أسئلتكم hence للاستضاح hence at thus 1484 ask send or ask your question on 1484 or text your feedback on 1484 this way we can tackle most of what we get we're gonna take a break and we'll be back true we go يلا صوت عالي تبوا يلا تبوا دقة ساعة النصائح المفيدة مع أبتا جونيور 3 من ميلوبا
ما من سن مناسب ليبدأ الطفل بالمشي، فكل طفل مختلف عن الآخر. يبدأ معظم الأطفال بالمشي في شهرهم 11 إلى 14، بينما يبدأ البعض قبل ذلك بكثير وآخرون بعد بلوغهم سنة ونصف من العمر. شجعي طفلك لكن دعيه يتطور وفق وتيرته الخاصة. هذه النصائح تأتيك من حليب النمو ميلوبا أبتا جونيور، المتوفر حالياً بالعبوة السهلة الجديدة لجعل الأمومة أسهل قليلاً. خبري رياضي لكل اللبنانية، تابعوا على إيكونات قنوات الجزيرة الرياضية مع إيكونات كل الرياضة، بالإضافة لأكبر بوكيه من الأفلام والمسلسلات وبرامج الأطفال. للإشتراك 08-810-00-01-826-926. بتعونيات لبنان والمخازن، كيلو الطابوق ب 9950 ليرة، طحينة المخازن 800 جرام ب 4950 ليرة، اثنان محارم المخازن 500 جرام ب 4500 ليرة، من 27 أدار حتى 10 نيسان. تعونيات لبنان والمخازن أنساب لك. هاي أنا اسمي جو أندراوس، اشتريت سيارة هيونداي اي 10 بجانفيه وربحت اي 10 تاني بسحب آخر الشهر. ما حدا غير هيونداي بربح سيارة كل شهر. عرض هيونداي اشتري اي 10 وربح اي 10 مكفة كل شهر لآخر السنة، وهلأ ولفترة محدودة مع كل هيونداي اي 10 صيانة كاملة ببلاش على 3 سنين. زبون اي 10 كيف ما برمت ربحان. شو طيب هالمعمول، من وين جبتيهم يا محتالة؟ ولو يا سامية، ما بتعرفي طعم التميك؟ هول شغل ايدي وبزبدة ليرباك. عن جد؟ ايه هاتي دوقيني بعد تشوف. دوقيك؟ ليه تركت شي؟ وكشلم ايديكي. ليرباك حلو العيد معمول بالايد. يا رجا انتزع تليفون النوكيا، صالحه هون حد البيت او باخده معي على نوكيا كير بالزلقة. اردوف ولو اكيد خده على نوكيا كير، واذا بدك هون بصحة ساسيين في فرع، لانه اذا رح تصلح تليفونك غير محل رح ينتزع بسرعة. عند نوكيا كير بيرجعوا لك اياه احسن مكان. ولا يا رجا معك حق، اعطيه خبزك اخذ بيز لو اكل نصه. اعطي تليفونك لنوكيا كير ما رح ياخدوا لك نصه. I don't care. You must care. نوكيا كير. بقلكن إلا الليزر ما بيوجع، بشيل الشعر والوبر كله وما بيحرق وما بيهم، بس الليزر بناخدها والنتيجة مش مضمونة. جينا صار شو رأيك بهذا اللي سمعناه؟ تعرفي ما في غير الIPL Second Generation اللي عنا بس بي انستيتيوت جي نصار، اللي بتقتل البصلة إذا الشعر ناعمة وقاسية، إذا البشرة بيضة يما سمرة بدون وجع وبدون حروقات. وعجيبتكن منوفر وأكيد نتائجنا مضمونة. ومنذكر انستيتيوت جي نصار بالجميزة 01-561-222. Hi, this is Alain. Are you insane? Are you insane? Bas! Thank you.
sponsored by MITAS. Montana Institute of Technology and Applied Sciences MITAS in Deakel Mehdi Metten offers BT and TS programs that are accredited by the Lebanese government in the following fields: accounting and computer, interior design, graphic design, kindergarten, French and English languages. MITAS graduates excel in Lebanese universities and abroad, such as Canadian and American universities. MITAS 04-914-522 or 523. MITAS, where your career begins. Sports. Welcome back to Bonjour on Salto Rad with your daily sports reports brought to you by MITAS. The UEFA Champions League game last night. Quarterfinals first leg, two games. AC Milan against Barcelona, final result 0-0. AC Milan will have a hard time for the second leg in Barcelona. In the other game, Bayern Munich beat Marseille 2-0 in Marseille. UEFA Europa League matches today or tonight. Atletico Madrid will face Hannover 96. AZ Alkmaar will face Valencia. Schalke 04 will face Athletic Bilbao. And Sporting will face ما هذا شو اسمه ميتست خاركيف مثل اسم شي دواء. Some upcoming fixtures or games for Saturday in the English Premier League: Aston Villa will face Chelsea, Everton will face West Brom, Fulham will face Norwich, and Man City will face Sunderland. As for Sunday, also in the Premier League, Newcastle will face Liverpool, ومثل العادي رح نكلها بالسرمية. And Tottenham will face Swansea. In other news, a group that includes former basketball star Ervin Magic Johnson will acquire the Los Angeles Dodgers for $2 billion. The price is the most ever paid for a North American sports franchise. The group will officially acquire the team, one of baseball's most storied franchises, after the deal is approved by the judge overseeing the Dodgers' bankruptcy. Sports. Sponsored by MITAS. Montana Institute of Technology and Applied Sciences MITAS in Deakel Mehdi Metten offers BT and TS programs that are accredited by the Lebanese government in the following fields: accounting and computer, interior design, graphic design, kindergarten, French and English languages. MITAS graduates excel in Lebanese universities and abroad, such as Canadian and American universities. MITAS 04-914-522 or 523. MITAS, where your career begins. And now, Bia with the Nia. Welcome back to Bia with the Nia, as every Thursday. Reminding you that our guests today are Basel Baalini and Yvonne Elhaj of Contra International. Show ya Roy Zift. Roy Zift? Zift. Zift Tokratik. Leh sawtak sarwati fard marla. Tismani? لا علي. تسمعني الله؟ لا سرواتي كتير صوتك مش مشكل. هلا لعبت فيه للميكرو وهلا طبعا لعبت فيه حطه ميوت حطك عزرايل لأنا قلت لي زفت اوكي ليتس جو اون بدي اسألها سؤال لإيفون يا إيفون إيفون الحاج is a project manager at Contra International Zero Waste Act اوكي Zero Waste Act إيفون سؤال ليش شركة خاصة مثلكم فكرت تعمل هالمشروع الكتير حلو كتير بيئي بامتياز وعندنا 500 جمعية بيئية بلبنان واجتماعية كله بشبط وبلبط وبدي اعمل وبدي اعمل على سنين ما حدا عمل خليني اقول ابو ايه بونجور بونجورين بونجورين وي فاكتشلي السؤال كثير مهم لانه الجمعيات اللي انت عم تحكي عنهم راي هن كانوا يعني with all due respect لكل العالم لانه هن عن جد يمكن كانوا عم بجربوا شيء يعملوا شيء بوزيتيف واكتشلي الفيدباك كان نيجاتيف يعني احنا وقت بلشنا هالبروجكت وبلشنا تو تاكل سكولز نحكي معهم للمدارس وهيك كان في فيدباك انه اجت جمعيه وقالت لنا تنعمل ريسايكلينج وما كفوا معنا وقفوا بمطرح يا ما اجوا لموا الزباله يا ما اجوا عطيونا اللي وعدونا فيه يا قالوا لنا شيء وعملوا شيء ثاني ف ات واز نيجاتيف فيدباك كان احنا بدنا نحط بعد يعني افورت اكبر حتى نقلع هالبروجكت فحطوا لنا العصب دوليب اذا بدك لانه ما بيشتغلوا على كونتينيوتي يعني مثلا بيجي ما بيفكر لبعدين بيجي بيعطوه فند هلا بقول انا اوكي رح اعمل فيه شيء هلا
ما بيفكر على البروجكت لبعدين شوي يعني بعد خمس بعد سنين, خمس سنين انه انه شو ما بيعرفوا يعملوا بزنس بلان اصلا ابدا يعني يعني انا بشتغل فيهم هلا بكبهم كلهم هلا وما بعرف اعمل مثلا ولا يمكن ريتيرن اون انفستمنت ولا كل هيدول انا كفى على الكونتينيوتي بترك نيجاتيفيتي كتير عالي عند العالم بيصيروا دي موتيفيتد يعني بيجي حدا بده يشتغل بروجكت مزبوط بتصير هالعالم تكتر تعلينهم الموتيفيشن تبعهم تتعب معهم تايمز 3 أوقات مش إنه مثلا تتعب معهم كأنك عم تقترح مشروع إنه جديد بعدين زيادة عن هيك اللي وقت تيجي جمعية عم تشتغل على هذا المشروع تيجي بتقلك أنا بدي أعمل ريسايكلينج بوان لا بيفسروا للتلميذ أو للحدن ليه عم تعمل ريسايكلينج ولا بيعملوا awareness ولا بيشتغلوا على logistics ولا بيشتغلوا ما بيشتغلوا على كل على ولا بيعملوا لهم مثلا activities للموتيفيشن يعني احنا حتى الاكتيفيتيز اللي بنشتغل عليها نشتغل عليها بطريقه نوصل الفكره منها يعني ما تكون activity just يروحوا ينبسطوا ويلعبوا اكيد بدهم ينبسطوا ويلعبوا ويحبوا البروجكت وذا مسج يكون يعني انه نحن كنا عم نشتغل على ما تركاش لانه عم نشتغل على habit صح. يعني إذا ما بدك تشتغل على الهابت you will end nowhere ما رح توصل لولا مطرح رح تسكر الباب مرسي أنه عملت أنا وجبات عملت نتفي ريسايكلينج and this is not the issue سو بكتقني لأنه هلأ البزنس بلان اللي عاملينه أنتو for a very long term كستار كيف بلشتوا كيف الفكرة بلشت الفكرة بلشت as a CSR نحنا كشركة كان حكم سيو بعقليني أنه نحنا كشركة بنشتغل كل شيء على renewable energy وعنا وعنا يا وشوت ضل غطلك يا نحن باي ذا واي الان نحن كل يوم بس نوصل على بكره كل الموظفين على المكتب ويباو بمكتب باسل وبنرجع بنروح على مكتبنا اوكي وهلا بدك تعملي له باو اكثر وصل اخر الشهر يا 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 كستارت نحن اشتغلنا كسي اس ار انه نحن عندنا مسؤوليه تجاه المجتمع وهل الفاند يلي نحن او اذا بدك هالاماونت اوف ماني يلي بنحطها نحن على هالانفستمنت بنحطه على الماركتينج قلنا ما بدنا نحطه على الماركتينج خلينا نحطه على شيء ينفع البلد وينفع الناس اوكي جمعنا هون حملنا هذا هلا اكيد طلعوا شوي اكثر المصاري اللي حطيناهم للوجيستكس بس ستيل ار جوينج ذير يعني بلشنا مع المدارس لانه عم نشتغل على هابت وقت تبلش على هابت بدك تشتغل مع اليونجر بيبل ما فيك تبلش مع العالم الكبار صح. فهيك كمان فكرنا طريق فيها من أولها طريق يعني. من اولها وكنا مقتنعين انه التلاميذ هن بيعلموا اهلهم اذا بدك الاولاد بيعلموا اهلهم اكثر من ما الاهل بيعلموا الاولاد لانه الاهل اوقات اذا حتى لو ما قالوا جليد كرمال ابنه بيعمل الشغله فيبلش كرمال ابنه أو بنته أو بنته وإذا يعني مع الوقت بتصير عادة بتصير عادة يعني بتصير شغلة طبيعية بطل يفكر يعملها مثل السيت بلت يا مثل السيت بلت ترو اللي بتلاقيه مثلا عند الأولاد تصديقا على اللي عم تقوله إيفون إنه بيروحوا بيظهروا الأهل بتلاقي الأولاد عم يبرموا على الطاولات عم بيلموا الأنين البلاستيك وهيك لأنه مدام إكس بالمدرسة قالت لهم هات لنعمل ريسايكلينج اتسترا اليوم بيجوا الأولاد على المدرسة من عبكرة غير عن الشنطة حاملين كيس في ريسايكلبلز من البيت جايبينه معهم This is thanks to Zero Waste Act والمسج اللي عم بيوصلها لأنه نحنا through التلاميذ بنوصل بنبعث سيركولير وبنعمل برزنتيشنز بالمدارس بنعمل ايفنتس كل سنه عندنا اكثر من ايفنت عندنا ثلاثه ايفنتس بيسيكلي مثل الايكو تشالنج اللي صارت بنوفمبر مثل الارت ويست كونتيست يلي عم بتصير من جانيوري هيدي السنه لماي واللي هي ان ارتستيك تشالنج وين منخلي التلاميذ يستعملوا الماتيريال يلي ما عم يخدها زيرو ويست اكت للريسايكلينج يعني كل شيء ما خصه بالورق ولا الكرتون ولا البلاستيك ولا الازاز ولا المتل بس زباله اوكي لا يعملوا ارتيفاكتس كرافتينج الايفنت ببلشت بجانيوري وبي اند اوف ابريل بتخلص بالمدارس وبعدين في عنا سيلكشن ل من فيري بروميننت جوري بينقوا الوينرز وبعدين في اوكشن على على الارتيفاكتس الباقيين بنبيعهم للتلاميذ للتلاميذ يعني التلميذ يلي استعمل الزباله عم نفرجيه انه كل شيء في اسمه زباله هو what they call it waste might not يعني we need to rethink خبرية ال definition تبع waste لأنه it might not be waste يعني فكل شيء هو عم يستعمله وكل شيء هو ممكن يعمله reusing ممكن يكون بعد فيه value and hence لما
هيدا هنس مرة تاني هنس تاني طرقك واحد لما يعمل لما يعمل ريوز لشغلي ممكن يخلق شيء تاني أحلى وبهالطريقة هيدي يكون عم بيوفر على اللاندفيلز أو يوفر على الأنية اللي بتسكر مع أول شتوي وبتفيض الماء على الطرقات أو النهر يلي بده يفيض وينزل معه السيارات مثل ما عم نشوف اتسترا 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 اتسترا. يعني هلأ صرنا نعرف ليش بلشتوا بس إذا بتلاحظ يعني هلأ عن البروجكت يلي عم يحكي عنه إنه حتى الأكتيفيتي اللي بنعملها في ثلاثة مسجز منها. أول شيء ريوزينج غير إنه أنت you are recycling actually. طب يلي مش عم تقدر تعمل له recycling شو بتعمل فيه؟ You reuse it anyway وبتطلع منه مساري كمان بفيك تبيعهم إذا كنت أنت كرياتيف وعم بتشجع له كرياتيفيتي تبعه للإنسان من هو صغير لأنه بتحس المدارس شوي بيشتغلوا على كوريكولم بيبقى مثلا فيزيك ماتشي مي بيو كذا بلبنان بلبنان في كتير عنده ضغط يعني التلميذ ما بيشتغلوا له على الكرياتيفيتي تبعه. بهذا البروجكت اشتغلت على كتير قصص عند يعني نميت تفكير الإنسان بطريقة أنه يستعمل كل شيء وبطريقة حضرية إنه يرتب بلده ويصير like a better citizen يعني إذا بدك. Good to know. عجبت كتير. أنا عجبت شيء بيلفت النظر إنه. أنا I'm listening to you guys and I'm شوف pattern هوني وبرجع بقول لا برجع فهم المستمعين إنه زبالة مصاري. اللبناني هيك بدك تحكي اللبناني هيك زبالة مصاري صح اللي عم بتكبه فيك تطلع منه مصاري 100% ترجع تستعمله وتربح منه مصاري بس لأقول لك ما زال عم نحكي شوية عن اللوجيستيكس وعن المصاري بدي أسألك عن اللوجيستيكس بدي أسألك شغلة ما تكفي إذا اليوم كتير عالم تلفنوا بدهم يشتغلوا معكم كمان صح بتلاحقوا أكيد أكيد actually لنبلش بي مين بيفوت بالزيرو ويست اكت يلي بيفوت بالزيرو ويست اكت هو كل شيء اسمه مدرسة كل شيء اسمه بزنس كل شيء اسمه هوتيل هوسبيتلز في اوريدي معنا هوسبيتلز كوربوريشنز انستتيوشنز محلات يلي بتبيع اكسسوار وات ايفر يعني كل سوبر ماركت في واحد عنده سناك لانه السناك في عنده تنك والتنك ريسايكلبل عنده بلاستيك بيفرجز هيدا كله ريسايكلبل سو كيف بتصير العمليه لما بتلتحق انستتيوشن مع زيرو ويست اكت بيكون في مثل ام او يو على 5 سنين لناكد يعني مذكره تفاهم لا نخلي مذكره توقيف هدول انا بعرفهم هدول بنعمل هالامور انترستينج هلا عم بيعملوها اي نو اي نو عشان هيك شفتني ساكت يا نو هالام او يو هيدي المينيموم ديوريشن تبعها 5 سنين هون ليه لانه لا يلحق يتعلم شيء هل او لنخلي نحول هل الاكسرسايز هيدا لهابت عندهم ليصير بلا ما نحن نكون موجودين يعرف انه لازم يعمل ريسايكل بتعمل واجباتك عملت لهم اويرنس وعملت لهم اكزاكتلي غير هيك فولو اب وهالامور هيك بنعطيهم بالاول التروليز والبينز ببلاش اوكي هاف تو ستوب يو لانه في عندنا انا قبل ما اروح على البريك بس بدي اقول شغله صغيره انه صفقك 2 هانس و2 هابت لاحظت في شيء بالايتش طب قبل ما افوت على البريك واتس يور ريليشن اف اني وذ سوكلين which has the monopoly of voice none. No relation. Okay. I got the message. نحنا the only relation is the environment. بس نحنا we're environmentally friendly. وهن I'm sure they are environmentally friendly in their own way. Yeah. In their own way. We'll be back. True. We go. يلا. صوت عالي تبوا. يلا. تبوا. زينة العيد البيض الأغصان الأرانب السيسان اللحمة الدجاج السمك البيض العرق الخضرة الفواكه غراض المعمول شوكولا الأدوات المنزلية ما تكفي عالدوناء كفي عفهد فرن الشباك هالعيد بكل عيد فهد فرن الشباك دايما الأرخص دايما بتعاونيات لبنان والمخازن كيلو الطابوق ب 9950 ليرة طحينة المخازن 800 جرام ب 4950 ليرة اثنان محارم المخازن 500 جرام ب 4500 ليرة من 27 أدار حتى 10 نيسان تعاونيات لبنان والمخازن أنساب لك مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بسهرة كاراوكي جديدة بالشيبة جلديد
مع دولفينز كاراوكي The number one karaoke بلبنان. يلا سمعونا أصواتكم الحلوة. Let's hear you sing. Let's hear you sing every Friday night بالكاريوكي نايت بالشيبة جل الديب 04-721-111 و03-173-193. ايه مبروك السيارة، بس شكلك ما شفت النيسان ميكرا جديدة. لا ليه، الميكرا موتورها 1.5 لتر مش 1.2 او 3 او 4. بكرة تذكرني انت وطالع على الجبل ومعك اصحابك ومدور الاي سي، البيسيكلات حتسباك، بس اكيد سيارتك ريموت وراديو شركة وزيز ومريت كهرباء. كمان لا، اصلا قدي حق الميكرا. هلا شفت دعايتها على الطريق، الاوتوماتيك ب $12,850. داني ليه راح لونك؟ لا تعرفوا أكثر عن النيسان ميكرا؟ اتصلوا على 1599 ريمكو درايف لايف. والله والله كل ما بجي على البيت بلاقيكي بالمطبخ، شو القصة؟ هلا مع بريل بستحلي القعدة بالمطبخ لأنه الجلي روعة والهدية أحلى. كملي مجموعة مطبخك من مريول لكفوف جلي وكفوف فرن كل ما تشتري بريل. بريل الحل الأمثل لمشاكل الجلي. شو طيب هالمعمول، من وين جبتيهن يا محتالي؟ ولو يا ساميه ما بتعرفي تعمل تميك، هول شغل ايدي وبزبده ليرباك. عن جد؟ ايه هاتي دوقيني بعد تشوف. دوقيك ليه تركتي شي؟ وكرسلم ايديكي. ليرباك حلو العيد معمول بالايد. لك جسمه شو حلو، لك فخاده شو نامين، لا سليليت ولا وبره. كمشتك شو عم تعمل؟ يا حياتي عم شوف كيف بدك تصيري من بعد ما اهديك كافيتيشن وبي ار سيل 5 واي بي ال سيشنز من عند جين نصار. اتصل بانستيتوت جين نصار بسرعه، الجميزي 01-561-2222 وخذ لي كل المواعيد. اوكي يا رجا، انتزع تليفون النوكيا، صالحه هون حد البيت او بياخده معي على نوكيا كير بالزلقه. اردوف ولو اكيد خده على نوكيا كير، واذا بدك هون بساحه ساسيين في فرع، لانه اذا رح تصلح تليفونك غير محل رح ينتزع بسرعه. عند نوكيا كير بيرجعوا لك اياه احسن مكان. ولا يا رجا معك حق، اعطيه خبزك للخباز لو اكل نصه. اعطيه تليفونك لنوكيا كير ما رح ياخذوا لك نصه. اي دونت كير، يو ماست كير، نوكيا كير. هاي منخارك كيف؟ وانت منخارك كيف؟ انا كله تمام لانه منخاري تمام بفضل اكزينوز، ودعت وجع الراس الجريب والسينوزيت. اكزينوز مي وملح لمنخار عم يتنفس. اكزينوز موجود بكل الصيدليات، اتصلوا على 03-812-548. وانتو منخاركم كيف؟ Are you insane? You're insane. Hi, this is Alain. Are you insane? Are you insane? Bas! Hey! Hey, pensier! Hey!
And now, Bia with the Nia. Welcome back to Bonjour and welcome back to Bia with the Nia. قبل ما نرجع نحكي مع our guests, في SMS لألك يا روي. Alain, فيني إيجود. فيني إيجود تليفون روي. توني دواهي. شو إيجود يعني؟ إيجود. مش إيجود. إيجود بك. واحد تركي. تركي. واحد إيجود روي. توني دواهي. فيك تاكد تليفون بدك تعطيه بدك تعطيه انا بنعطيه تليفون زيرو ويس وتليفون انا 03 اذا ما بيرد عليك اول 20 مره ضلك عم تدق طب انا فيني اخذ رقم ايفون بعدين بدي احكي لك معقول عليه اوكي احكي معك اسرائيل بجهنم الحمراء ليتس جو باك تو ذا زيرو ويست Act مثل شيء قانون بالكونغرس. Amazing. بدنا نحكي عنه هلا هو إذا بدك ما تضحك علي شو بتقول. زبدة الموضوع. زبدة الموضوع. يعني الديكور. لوربك تبعه. إيه تحت الكهرباء. هو صح النوم. هلا من دقله لجبران باسيل شوف شو القصة. جبران بدي أسألك. طب هلا نحن فتنا على المدرسة أو على المؤسسة حطينا لهم بنز. أوكي. حطينا لهم كل شيء بلشنا. بلاش بدون أي بلا ولا أي كلفة إضافية شرف عن جد free of charge service ده. شو عم تعطوا شيء زيادة أنتوا لهالمؤسسات والمدارس؟ أوكي نحن as a project نحن مثل ما قلت already إنه منحط كل شيء free of charge يعني منحط البنز بكل المدرسة free of charge ما بيدفع ولا ليرة عليها منعمل collection free of charge the activities are free of charge كل شيء ما بيدفع ولا ليرة نحن كل شيء منتكفل فيه وزيادة عن هيك في ان سيستم دو بوينتاج في سيستم بوينتس يعني نحن بدنا نقول لهم لهالتلاميذ ولهالعالم انه بطريقة كتير transparent انه بالزبالة equal مصاري يعني at the end of the day نحن we're selling those recyclables فكرمال هيك في percentage معين نحن منعطي points لهيدول لهيدول الزبالة نحن كل مرة منجي we collect هيدول recyclables ما بدنا نسميهم زبالة لأنه هن recyclables actually كل مرة منجي we to collect them بيعطون ورقة للمدرسة شو أخذنا من عندهم قد ايه أخذنا في log sheet وصل يعني أخذنا من عندكم 10 كيلو تنك وأخذنا من عندكم 20 كيلو ورق وأخذنا من عندكم 30 كيلو بلاستيك هيدول equal to points وراسل أنا معلمي كبوة بزبالة كمان بآخر السنة هدول البوانات اللي بيكونوا مجمعينهم بيتحولوا ل ما رح نقول كاش ماني بيتحولوا بس لمصاري فيهم هن يشتروا فيهم جرين برودكتس من عنا فاليو عالية يعني فيهم يشتروا من عنا جرين برودكتس أو فيهم يكونوا عم بيساعدوا أسوسياسيون مثلاً فيهم لهيدولي حتى يعني إذا بدنا نحن نشتغلها سوشيلي فيهم يكونوا عم بيعطون لأسوسياسيون سوسيال يكونوا عم بيساعدوها بيكونوا هن ما عملوا الأفرت الوحيد اللي عملوه عملوا a good habit يعني الأفرت الوحيد اللي عملوه نظفوا البلد وكانوا better citizens حتى يطلعوا هيدول مصاري واو يعني هلا بتلملوا زبالة ببلاش بعطيك كل شيء ببلاش وفوقهم بتفعلوا مصاري بتعطيه ريمينريشن بنعطيه جرين تكنولوجي مثل شو مثلا يعني مثل ليد لايتنج مثل سولار اير كونديشنينج يلي هن بالاساس هدول اشياء بتوفر عليه كهرباء يعني مش انه طلع له بلونج ران منيح على له باقة بقدونس مثلا هذا لا مش هلا مش هذا النوع من الجرين أوكي. غير نوع من جرين عم نحكي نحن عندنا مشكله مثلا ما بنقدر ندفع حق شغلي جرين لنقول لانه اغلى حقا من غيره ونحن بنجي لاهل المدرسه او لاهل الانستتيوشن هيدي بمقابل البوينتس يلي بتكون مجمعتهم بتاخذ جرين برودكتس هل جرين برودكتس سولار اير كونديشنينج ليد لايتنج سولار ووتر هيترز اتسترا كل شيء ما يختص بالجرين تكنولوجيز يعني بدي افهم منك شغله يعني the more he's segregated the more they segregate إيه لأنه نحنا لما منجمع segregated waste نحنا جوابا شوي من جوابا على سؤال ألا نحنا ما منلم الزبالة أو الorganic waste يلي بتخدها سوكلين نحنا بناخد ال segregation at the source we emphasize على شغلة اسمها segregation at the source الفرز عند المصدر لا كرمال نخلي ال value بال waste ونحنا ما منستحي نحنا شركة خاصة ما منستحي نقول للعالم إنه يمكن نعمل مصاري من هذا المشروع يمكن لانه الانفستمنت از هيوج بس هيدا شيء يلي لازم نفهمونيه انه هيدا شيء منه غلط بالعكس يلاقوا حدا عم يعمل شغل ويكون عم يقبض حق
تعبوا وشغلوا لأنه عم يشتغل legally وsomething healthy لإلهم ولا لبيئتهم ولا عائلتهم ويقدر يكمل. بالعكس لازم يساعدونا لكرمال نقدر نكمل. ونحن هيدا من يومين كنت عم بقرأ article بوحدة من المجلات عن حدا صار له 7 سنين بيعمل segregation مش segregation بيعمل collection of recyclables وصار بلم ورا وصار مخلص 7000 شجرة بيست على انه كل 17 شجرة بيعملوا لك تون ورق رفلي على الهين. طيب هيدا بـ7 سنين. انا رح بس هيك لنحكي شوية comparison ومش رح نسميه. هل بخلال هالسنة هيدي بخلال هيدي السنة نحنا بعد ما صاروا سنة صار لنا 6 شهور صرنا مخلصين 7000 شجرة يعني الإكوفلنت الكولكشن بس لخبرك الفوليوم تبع الويست يعني عنا حوالي 80 انستيتيوشن من هيدول 80 انستيتيوشن صرنا مخلصين أكثر من 7000 شجرة غير عن الكمية المية اللي موفرينها غير عن كمية الفيول اللي موفرينها لانه بالريسايكلينج مش بس بتوفر شجر بتوفر فيول بتوفر ووتر بتوفر انرجي وكل هيدي اشياء اصلا نحن ما عندنا اياها وبتوفر زباله عن اللاندفيل كمان صحيح غير البوليوشن يعني عن مكبات يعني بوليوشن لانه بطلنا عم فينا نتنفس مزبوط. صح 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 يعني شغله كتير مهمه عم تقولوها وكل مؤسسه بدها تفوت تشتغل مع زيرو ويست اكت اذا عملت فرز مزبوط عم بيطلع لها نقاط اكثر صح يعني عم بيطلع لها بالنتيجه جرين برودكت جرين برودكت او مصاري او ورفر اكثر بالنتيجه مزبوط نحن ما بندفع مصاري لا مش مصاري وي دونت اكسشينج ماني يعني لانه ماني يعني راحت لشخص او لفرد بينما هالبرودكت راح لانستيتيوشن وهالانستيتيوشن بتفتخر انه بتشوف حالها لما بتلاقي انه اسمها محطوط على الويب سايت عنا ولا بتلاقي على الفيسبوك ولا بالماجازين بتعطونا شويه رقم تليفونكم شور ويب سايت الفيسبوك تبعكم نحن في عنا هوت لاين يلي هو 01-381-381 مكرر الويب سايت www.zerowasteact.com كلمة واحدة كلها سوا zerowasteact.com فيسبوك كمان zerowasteact في عنا groups في عنا في عنا page وفي عنا group وفي عنا الويب سايت وين في كل الregulations وين في الكتالوجز تبع الريوردز وين في بيشوفوا كل الشركات بيشوفوا الشركات بيشوفوا المدارس بيشوفوا كل وحدة قديش صارت مجمعة وهيدا كله في رانكينج يعني بيصير بيتغير أول تالت مزبوط it's a real time page يعني very alive إذا بدك فيها كتير أشياء أنا have a question okay but you as Contra International obviously this is not your main business activity صح. So you're diverting a lot of funds staff energy definitely okay definitely نحنا Contra International عندها slogan تبعنا يلي هو think green okay green من renewable energy green من environment protection green من مصاري سو لانه ما في شيء اليوم بيجي ببلاش therefore we have to focus على هل البروجكت يلي هو الزيرو ويست اكت we have to dedicate لها كتير funds وكتير resources وهيدا يلي بيخلي العالم يلي عم تشتغل معنا تأمن بالcontinuity لانه كبرايفت انستيتيوشن نحن ما عنا فانز بيجوا ببلاش نحن بنتعب وبنشتغل لكرمال نطلع المصاري وهالمصاري we are dedicating it for the good cause يمكن ما بنستحي نقول انه يمكن نعمل مصاري definitely by within due time ولكن النية من الأساس هي انه نعمل شيء بيخدم البيئة وبيخدم الانفايرومنت وبيخدمنا نحن لأنه كلنا عنا أولاد وكلنا رح يوصل وقت نلاقي ولا بقى عنا شجرة ولا بقى عنا محل نعيش برات بلا الزبالة واللي عم بيصير اليوم هو أكبر برهان على أنه قطع الترين ونحن هلأ راكدين مش أنه راكدين نحن على الترين لا نحن راح الترين ونحن رايحين وراه يعني ما عم نلحقه يعني بدي أقول لكم عن جد congratulations على المشروع اللي عم تعملوه وبدي شجع كل اللي عم بيسمعوا يتصلوا فيكم إن كانوا مؤسسات ولا مدارس يتصلوا فيكم لحتى يبلشوا بالبروغرام معكم مش رح يخسروا شيء بالعكس رح يربحوا مثل ما فسرتوا لنا هلا شو هو الرقم هو 01-381-381 it's a hotline
381-381 أو على الويب سايت أو باي إيميل info@zerowasteact.com مثل ما بنكتبها بالإنجليش zerowasteact.com ورقمها لإيفون هو على الهوتلاين 000 سكر لي يا أبو جي. Listen guys, it was really fascinating. It's you know, بالنسبة لي أنا هيدا it's the ideal concept أنه you as a business entity, as a private concern, you're also going green, but at the same time, you're not losing sight of the business aspect of it, because at the end of the day, you are a business, so you're in the business for the money. So you find a way to go green and make money at the same time. It's beautiful. It's really great. Basil Baalini, General Manager, Yvonne Al-Hajj, Project Manager of Contra International, Roy Hanna, لقيناه على الطريق جبناه معنا. صر لك. Reminding you of the hotline for the Zero Waste Act, which is 01-381-381, هذا مثل شيران ببدارو 381. بدارو مزبوط. شفت شو معنا؟ الهيدكوارترز تبع كونترا انترناشونال which by the way is running starting 2012-2013 scholastic year عم نحكي 2012-2013 زيت البروغرام رح يكون replicated بقطر وبالإمارات يلي هني عم يجبروا العالم تعمل segregation تخيل انه عم يجبروا العالم واللي ما بيعمل waste segregation لا تحضيرا للrecycling they are penalized يعني من الزبالة من بيتك قبل ما تطلع كيس الزبالة من البيت صار بيطلع هلأ 7 كيس هل 7 كيس فيهم ورق فيهم أورغانيك ويست فيهم كرتون فيهم تنك اتسترا كل نوع حسب الكيس تبعه أجباري عم بتصير يعني العالم is targeting هل البروبلم وعم بيجربوا يحلوها ب يعني عم يتداركوا انه هل هيدا المشكلة هيدا المشكلة كتير كبيرة ولازم ينعمل لحل وخاصة لكل الفاليو يلي موجود بهال الريسايكلبلز هيدول انا بدي اشكركم ثانك يو اليوم لانه هوستد اس واكيد في لنا ان شاء الله بيكون في لنا اكثر من رح يكون اكثر من لقاء من لقاء صح وبدي اقول ثانك يو لجاري بعت مسج كثير مهضومه جاري بونجورين للكل لا 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 هيدا في عليها رويالتي رويالتيز بونجورين اسمح لي فيها هلا 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 بدنا هلا 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 بنعطيك للزيرو ويست اكت بنز يلي موجودين بدي اعطيك عظمه تبعت بوتش Excellent. Thank you, guys. Thank you very much. Beautiful, fascinating subject. We'll be again with Roy Hanna and Bia with Nania next Thursday. Tomorrow, we'll be talking about pets, dogs, and cats with Bshara, the dog trainer. As for myself, you can join me this afternoon after 4 p.m. with Win or Jin, your radio game show. Until then, have a great day. God bless you. Bye-bye.